السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم رجعنا لكم فيديو جديد، قصة جديدة، حكاية جديدة، خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيروريكس. القصة هاي بتحكيها إحدى الفتيات، بتقول صيف السنة الماضية كنت أني وأختي الصغيرة وعمرها 4 سنوات بس نايمين بغرفة لوحدنا وأمي بالغرفة المجاورة، وإحنا 3 بس بالبيت. أبوي طلع بكير عشان يتسوق من بعيدة، من مدينة بعيدة عننا، وتحديدا وقت الفجر قبل الأذان بدقائق. صحيت أختي من النوم وصحتني معها، وأني كنت شبه نايمة وظنيت إنها جوعانة وبدها مني إني أجيب لها أكل مثل العادة. قلت لها وأني مال وزعلان نامي بعد شوي، وبس تطلع الشمس راح أجيب لك الفطور. وغطيت راسي باللحاف ولفيت على الجهة الثانية، اتفاجأت إنها بتقول لي انظري ناحية الباب، في رجل واقف هو اللي صحاني وعم بيعمل حركات مضحكة بوجهه. هون أني صراحة الأمر استغربت من كلامها، يعني طفلة عمرها 4 سنوات وبتقول هالكلام. رفعت راسي بسرعة ناحية الباب بس ما شفت إشي. فجأة صارت تبكي وحضنتني، سألتها ليش عم تبكي؟ قالت لي وجه الرجل صار مخيف وبقول لي راح أوكلك. قلت لها وأني معصبة وكفي عن هالتخيلات ونامي أو روحي لغرفة أمي. حتى سمعت أمي بتنادي عليها وبتقول لها تعالي عندي. قالت إنه قال لي لو بتمر من هناك راح أوكلك، وصارت تبكي. يعني الطفلة قصدها لما نادت لها أمها من الغرفة الثانية تعالي عندي، قال لها الرجل هذا اللي شايفيته إنه إذا مريتي راح أوكلك، وصارت تبكي. بس ما كان بإيدي أي حيلة غير إني أخذها وأنام، لأني كنت سهرانة طول الليل. أخذتها لعند غرفة أمي، ولما وصلت على الباب خافت كثير وحضنتني وقالت قرب وجهه من وجهي وبده يوكلني. يعني الرجل قرب وجهه من وجه البنت الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات وبده يوكلها. بتقول صاحبة القصة صرت ألمس كل زوايا الباب وأقول لها ما في إشي، وهي بتقول لا والله فيه وأني ما بكذب. يعني الطفلة عمرها 4 سنين لو بدها تكذب. المهم بعديها دخلنا لغرفة أمي ونامت بجنبيها، وأني صراحة صار الخوف يتسلل لقلبي. مشان هي قلت لها راح أظل مع، قلت بنفسي راح أظل معهم أحسن يعني ما دامها سكتت أختي. بعديها بعدة دقائق قالت لها أمي نمتي؟ فقالت لها أختي لا، ورفعت راسها للباب وقالت لأمي الرجل بعده موجود هون عند باب غرفتك، لو تلفي شوي بتلاقيه واقف وراكي. هون أمي لفت وقالت لها ما في شيء، رددي السور اللي حفظتيها بالروضة ونامي. وبهذيك اللحظة نفس اللحظة هاي أذان الفجر، وبعد ما انتهى أذان الفجر أختي قالت لأمي شفتي باب البيت، الباب الخشبي اللي بيوصل لساحة البيت بعديه الباب الرئيسي؟ قالت لها أمي ماله شوفي. قالت لها شفتي تحتيه في ضوء صغير؟ قالت لها أمي هاي الشمس أكيد طلعت. قالت لها شفتي الرجل اللي كان واقف هون؟ قالت لها أمي شفته شوفي بعده هون. قالت لها لا
لما قرأ المؤذن أو أذن المؤذن الله أكبر، طلع من تحت الباب جنب هذيك الشمس. هون أمي حضنتها ونمنا، ويعني أنا بالنسبة إلي، بتقول صاحبة القصة، أنا بالنسبة إلي ما أعطيت لكلامها أي أهمية أو أي محمل جد، ونمت. قلت هاي الطفلة بتتخيل، مع أنه الأطفال ما بكذبوش بالشغلات تاعي. الصبح كان كل شيء عادي، بس بالليلة الثانية حلمت بحلم غريب وكان حقيقي، حتى أني يعني ما قدرت أقنع نفسي أنه حلم. شفت بهالحلم أني كنت بالصالون بالليل حاطة سماعات الإذن وبرقص مثل عادتي، وفجأة انقطعت الكهرباء، ولما شغلت نور تلفوني شفت ظل أسود مر من قدامي بسرعة. بعديها رجع ووقف قدامي للحظة وركض ناحيتي، وفجأة صحيت وأني بعدني بالحلم، يعني أني بعدني بحلم أني صحيت من الحلم، بحلم أني بحلم وصحيت من الحلم، بس أني بعدني نايم وبحلم. شفت جنبي أختي نايمة والغرفة عادي مثل ما تركتها قبل ما أنام، حتى شفت نفس الظل بمر بسرعة ورجع وقف قدامي لحظة وقفز علي. هون أني ما أتذكر شلون هالظل، ما تذكرت شلون ملامحه، يعني كل اللي بذكره أنه خوفني حتى أني صحيت وأني عم بصرخ. على صوت صراخي ركض أبوي وأمي لعندي، ولما خبرتهم أبوي زعل مني وقال هذا كله من الشياطين بتوسوس لك والصلاة اللي أنت أصلا تركتها. أما أمي، وأنتوا بتعرفوا حنية الأم، نامت بجنبي أني وأختي. وبالليلة الثالثة أخوي وأمي شافوا نفس الشيء بالنهار مو بالليل. أمي كانت بالمطبخ بتعمل عشاء، وأخوي كان بيلعب بالتلفون. بعديها نادتنا أمي عشان نتعشى، بس أبوي ما أجا وظلت تنادي عليه، حتى أبوي تفاجأنا فيه دخل من برا، يعني ما كان بغرفته. قالت له أمي أنت كنت برا مش بالبيت؟ قال لها أصلا أنا لما طلعت ما جيش على البيت، أنت بتعرفي أني كنت برا من ساعتين. هون أمي سكتت وملامحها تغيرت، حتى قال أخوي غريب، حتى أني ما انتبهت أنك طلعت. قال له أبوي شو بتقصد؟ قال كنت معي قبل شوي قاعد بجنبي، بس أنت يعني تفاجأتك فتت، يعني أنا ما شفت كاش لما قمت، شلون طلع فتت من الباب؟ قال أبوي أصلا أنا ما دخلت عشان أطلع، أنت شو اللي صاير لك؟ قال له أخوي سبحان الله، يعني معقول أنك نسيت أنك دخلت ووقفت عندي بالغرفة وقلت لي ترك التلفون وبعده عن عيونك ودخلت على غرفتك؟ قال له أبوي الظاهر أنك عم تتخيل. حتى قالت أمي أنا كمان شفتك بتدخل، بس ما شفتك وانت طالع. بعدها قالت أمي يا أبوي كل هاي الحوادث اللي بتصير مؤخرا من البيت، يعني كلمته عن كل شيء صار، ربطت كل شيء ببعضه، كل الحوادث اللي صارت معانا هالثلاث ليالي ربطتها ببعضها. هون أبوي اقتنع إنه في شيء مش طبيعي بالبيت، راح جاب أحد الرقاة باليوم الثاني عشان يرق البيت ويرقينا، بس قال هالشيخ هذا إنه ما لاحظت أني إشي بالبيت، وأعطى أمي مي مرقي، يعني مي قاري عليها مرقيها عشان ترش بالبيت خمس أيام متتالية، وبعديها ما شفنا أي إشي ورجعنا لحياتنا الطبيعية. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون حاز على إعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل إعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.